السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة سيلاميد. إن شاء الله في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا كيفية الربح من الانترنت في موقع latf.ly. هذا الموقع موثوق 100%، قمت بتجريبه وحصلت على بعض المال منه، فهي طريقة جد سهلة يمكن التسجيل فيه بسهولة، أي أن هناك ليست هناك أي صعوبة. ستجدون الرابط أسفل الفيديو للتسجيل. بعدما تنقرون على الرابط سوف تظهر لكم الرابط الموقع latf.ly. بعد ذلك، بعدما أن ننقر على الرابط latf.ly، تظهر لنا هذه الصفحة. هناك إشهار للموقع، هنا تجدون انسكريفي فو و كونيكسيون افيك فيسبوك، مع يعني يمكن لك تسجيله وتربطه مع الفيسبوك ديالك، ولكن انا ما ننصحكش انك تسجل بالفيسبوك، ان الفيسبوك يقدر يدي لك شي واحد، يقدر تنسى المود باس ديالو، يقدر في اي لحظة يعني للامان. من الأحسن أنكم تسجلون انسكري فو. بعد ذلك تظهر هذه النافذة، هنا يطلبون منك تسجيل اسمك، هنا تسجيل اسم الاستعمال يعني لوجين، يعني الاسم اللي غنبقاو ندخلو به المدونة الاف بولي. هنا يطلبون منك ادخال الايميل ديالك، من الاحسن انك تدخل بالجيميل. هنا يطلبون منك تكرار الايميل ديالك. بعد ذلك هنا تختار تيب دو كومبي، هنا تظهر لك اثنان، هنا الاول لينك شين كري دو بوتيت يو ال اي غاغني لارجون، يعني تسجيل فيه، يعني تاخذ الروابط وتوضحها يعني تبارطاجيها مع صحابك ويشوفوا هذيك الاشهار من خلال هذيك الاشهارات اللي غادي تربحوا منها. هنا اذا كانت عندك مدونة وتريد اشهارها، يعني كتخلص عليها بضع دولار ابتداء من 2 دولار، يمكن انك تحدد الدول التي تريد ان تظهر لك اشهار مدوناتك. هنا نحن نختار الأولى، بعد ذلك تقوم بوضع المود باس وتكرر هنا لتأكيده، وأنا كندخل فيريفيكاشن، يعني كنكتب هاد مثلا ريد فيلو، يعني كتكتب هادو اللي كيظهروا لك في هاد الخانات. بعد ذلك تقوم بالاكسبتي لي تيرم دي كونديسيون، تكوشينا، وفي الاخير تنقر على غوجواند. بعدما تنقر على غوجواند سيرسل لك رساله في الجيميل لتاكيد على الجيميل ديالك، وتقوم بتاكيده. بعد ذلك تقوم يرسلونك الرابط الدخول. بعدما تقوم ب هنا مثلا سوف تدخل كونيكشن، هنا تضع الايميل التي قمت بتسجيله، وبعد ذلك تقوم بادخال المود باس وتنقر على كونيكشن. بعدما تقوم بالداخل سوف تظهر لك هذه النافذة، مثلا هكذا تظهر لك هكذا. مثلا هنا عدد لي فيزيتور هذا الشهر، وهنا المبلغ الذي حصلت عليه، يعني 3 ليفي 0. لاحظوا معي هنا 19673 حصلت على 12.71 دولار، يعني إن كان لك أصدقاء كثر أو أنك مثلا هنا فيسبوك، ترسل لهم كي يرى الإعلان. مثلا هنا
وهنا تضع الرابط، تضع الرابط. مثلا تريد أن تضع لهذا موضوع ما، تختار أي موضوع في أي مدونة، في أي مثلا تيوتو تريتمون دو تكست، نقر على هذا الرابط. بعد ذلك تقوم بنسخه، تقوم بنسخه، تقوم بنسخه، وهنا تضع الرابط النسخ، تضع الرابط النسخ، وتقوم بالنقر على غيدويغ أو تحويل إن كان لك، أو شورت لينك على حسب اللغة التي قمت بالتسجيل بها، تنقر عليها وتحصل على هذا الرابط، تحصل على هذا الرابط، تقوم بنسخه، تقوم بنسخه وترسل إلى أصدقائك. مثلا هنا مثلا هنا تضع العنوان، عنوان الرابط التي قمت بتسجيله، مثلا تيوتو 4 HTML، وتضع اللين، اللين دو بون، وهكذا تنشره لأصدقائك. كلما نقر عليه أصدقائك تقوم يحسب لك مبلغا من المال. أي صفحة على الفيسبوك يمكنك نشر هذا الرابط، صفحات لجروب، يعني أي شيء، تويتر، جوجل بلس، تقوم بنشره. وكلما نقر عليه أصدقائك إلا وحصلت على مبلغا من المال. مثلا هنا تنتهي حلقتنا اليوم، نتمنى الحلقة تعجبكم، وما تنسوش الضغط على زر لايك وجرس كي يصلكم أي جديد، ولا تنسوا كذلك بمشاركة هذا الفيديو للأصدقاء ديالكم كي يستفيدوا منه. أتمنى لكم التوفيق في مسيرتكما، دمتم برعاية الله وشكرا.